يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم مبتدئ وقد حفظت القرآن الكريم ولله الحمد، ولكن لا أعلم ماذا أبتدئ به بعد ذلك بالضبط، فأرجو التوجيه لي بحفظي ودراسة بعض المتون العلمية التي تفيدني وخاصة في اللغة. أنا قلت كم مرة وأكرر أنه ما هو بطلب العلم بالكتب، طلب العلم بالمعلمين. عليك أن تختار المعلم أولا، اختار المعلم أولا، ثم المعلم هو الذي يرشدك إلى الكتب التي يريد أن يشرحها لك، لأني قد أرشدك إلى كتب والمعلم لا يريد هذه الكتب، فلا بد أن المعلم هو الذي يشق لك الطريق ويختار لك الكتب التي يشرحها لك. إما أن تلتحق بالدراسة النظامية ومقرراتها وفيها مدرسون يشرحون لك، وإما أن تجلس مع الحلقات في المساجد عند العلماء ويشرحون لك الكتب التي يختارونها لطلابهم. نعم.